الفنانة بوسي وجوزها الحلاق هشام ربيع من امبارح وهم عاملين حالة جدل كبيرة على السوشيال ميديا. الاتنين عملوا انفولو البعض في نفس الوقت ومسحوا صورهم سوا، وطبعا جمهور السوشيال ميديا اللماح اكتشف ان خلاص فيه انفصال وطلاق قريب، لان في نفس الوقت هشام رجع وعمل لمنة مراته الاولانية فولو، وهي كمان ردت الفولو. ده ممكن يخلينا نفهم ان هشام وبوسي ما اتفقوش فقرروا الانفصال وهما لسه ما كملوش 100 يوم جواز، وعشان كده هشام قرر يرجع مراته الاولانيه لعصمته. وكل ده وبوسي ساكته وقافله تليفونها ومش بتثبت او بتنفي الكلام اللي بيتقال. لكن فجاه بعد ما انتشر اخبار انه خلاص رايح يرد مراته عند المأذون، تقوم بوسي منزله صورتين عشان تطمن الناس انهم ما اتطلقوش ولا حاجه وعايشين سوا بكل حب ورومانسيه، والصورتين كانوا حاضنين بعض فيهم. بس في نفس التوقيت نلاقي منا هي كمان منزلة صورة ليها مع هشام وهم قاعدين قدام مأذون وخلاص رجعوا لبعض، وبترفع شعار صحيح يا ولاد القديمة تحلى. وهنا بقى بدأت المباركات لهشام ومنا من الجمهور. بس لو قارنا الصور ببعض هنلاقي ان هشام لابس نفس اللبس في الصورتين، ومعنى كده انه بيشتغل الاتنين وبيضحك عليهم في وقت واحد، والاتنين دلوقتي بقوا على ذمته ومش هيطلق ولا واحدة فيهم. بس السؤال هنا هو ازاي قدر يقنع بوسي بوجود درة ليها؟ هشام صرح وقال انه اتفاجئ بالكلام اللي بيتقال عن طلاقه لبوسي، مش بس كده واكد ان ده ما حصلش، وكمان قال انه رجع لمراته الاولانية عشان في بينهم عشرة واطفال، وهو هيعرف يوزن الامور بين منة وبوسي، واكد ان بوسي مش زعلانة من رجوع المنة عشان خاطر الاولاد يتربوا بينهم، وقال ان منة وبوسي مش متضايقين من وجودي معاهم في وقت واحد لان الاتنين كانوا اصحاب وولاد منطقة واحدة. لكن طبعا معروف عن بوسي انها ما بتحبش حد يشاركها في جوزها، وكان لها وقعة قديمة زمان لما ضربت جوزها وضربت رقاصة كان جوزها بيخونها معاها واصرت على الطلاق منه، وفعلا اتطلقت وفضحته بعدها في كل البرامج. يبقى السؤال دلوقتي هي ليه ما اتطلقتش من هشام وقاعدة تحب فيه؟ تفتكروا تكون بوسي بتكيد منه؟ اللي ما صدقت رجعت لهشام واخدته وسافروا سوا عشان يتفسحوا ويصيفوا، ومنزلة فيديوهات وصور وهم في البحر بالعند في بوسي، خصوصا انها قلعت الحجاب وغيرت ستايل لبسها عشان تبقى المنافسة بينها وبين بوسي قريبة. شكلنا كده هنشوف جزء جديد من مسلسل كيد النسا الفترة الجاية بين بوسي ومنة، والبقاء فيها هيكون للأقوى، واللي هتقدر تفوز بلقب هشام لوحدها.